يا رسول الله، أتحب ولدي الحسين؟ كيف لا أحبه وهو عضو من أعضائي؟ يا أبا، من كان أعلى شرفا كان أحب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقرب منزلة. أتفاخرني يا حسين؟ نعم يا أبتاه إن شئت. يا حسين، أنا أمير المؤمنين، أنا لسان الصادقين، أنا وزير المصطفى، أنا خازن علم الله ومختاره من خلقه، أنا قائد السابقين إلى الجنة، أنا قاضي الدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا الذي عمه سيد في الجنة، أنا الذي أخوه جعفر الطيار في الجنة عند الملائكة، أنا قاضي الرسول، أنا آخذ له باليمين، أنا حامل سورة التنزيل إلى أهل مكة بأمر الله تعالى، أنا الذي اختارني الله تعالى من خلقه، أنا حبل الله المتين الذي أمر الله تعالى خلقه أن يعتصموا به في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. أنا نجم الله الزاهر، أنا الذي تزوره ملائكة السماوات، أنا لسان الله الناطق، أنا حجة الله تعالى على خلقه، أنا يد الله القوي، أنا وجه الله تعالى في السماوات، أنا جنب الله الظاهر، أنا الذي قال الله سبحانه وتعالى في وفي حقي: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أنا عروة الله الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. أنا باب الله الذي يؤتى منه، أنا علم الله على الصراط، أنا بيت الله من دخله كان آمنا، فمن تمسك بولايتي ومحبتي أمن من النار. أنا قاتل الناكثين والقاسطين والماركين، أنا قاتل الكافرين، أنا أبو اليتامى، أنا كهف الأرامل، أنا عما يتساءلون عن ولايتي يوم القيامة، قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أنا نعمة الله تعالى التي أنعم الله بها على خلقه، أنا الذي قال الله تعالى في وفي حقي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن أحبني كان مسلما مؤمنا كامل الدين. أنا الذي بي اهتديتم، أنا الذي قال الله تبارك وتعالى في وفي حقي: وقفوهم إنهم مسؤولون، أي عن ولايتي يوم القيامة. أنا النبأ العظيم، أنا الذي أكمل الله تعالى به الدين يوم غدير خم وخيبر، أنا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيا: من كنت مولاه فعلي مولاه. أنا صلاة المؤمن، أنا حي على الصلاة، أنا حي على الفلاح، أنا حي على خير العمل، أنا الذي نزل على أعدائي: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، بمعنى من أنكر ولايتي وهو النعمان بن الحارث اليهودي لعنه الله تعالى. أنا داعي الأنام إلى الحوض، فهل داعي المؤمنين غيري؟ أنا أبو الأئمة الطاهرين من ولدي، أنا ميزان القسط ليوم القيامة، أنا يعسو بالدين، أنا قائد المؤمنين إلى الخيرات والغفران إلى ربي، أنا الذي أصحاب يوم القيامة من أوليائي المبرؤون من أعدائي، وعند الموت لا يخافون ولا يحزنون،
وفي قبورهم لا يعذبون، وهم الشهداء والصديقون. أنا الذي شيعتي متوثقون أن لا يوادوا من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. أنا الذي شيعتي يدخلون الجنة بغير حساب. أنا الذي عندي ديوان الشيعة بأسمائهم. أنا عون المؤمنين وشفيع لهم عند رب العالمين. أنا الضارب بالسيفين، أنا الطاعن بالرمحين، أنا قاتل الكافرين يوم بدر وحنين، أنا مردي الكمات يوم أحد، أنا ضارب ابن عبد ود لعنه الله تعالى يوم الأحزاب، أنا قاتل عمرو ومرحب، أنا قاتل فرسان خيبر. أنا الذي قال في الأمين جبرائيل عليه السلام: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. أنا صاحب فتح مكة، أنا كاسر اللات والعزى، أنا الهادم هبل الأعلى ومناة الثالثة الأخرى. أنا علوت على كتف النبي صلى الله عليه وآله وكسرت الأصنام. أنا الذي كسرت يغوث ويعوق ونسرا. أنا الذي قاتلت الكافرين في سبيل الله. أنا الذي تصدق بالخاتم. أنا الذي نمت على فراش النبي صلى الله عليه وآله ووقيته بنفسي من المشركين. أنا الذي يخاف الجن من بأسي. أنا الذي به يعبد الله. أنا ترجمان الله. أنا علم الله. أنا عيبة علم رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا قاتل أهل الجمل وصفين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا قسيم الجنة والنار. أسمعت يا أبا عبد الله ما قاله أبوك؟ وهو عشر عشير عشار ما قاله من فضائله، ومن ألف ألف فضيلة، وهو فوق ذلك أعلى. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وعلى جميع المخلوقين، وخص جدنا بالتنزيل والتأويل والصدق ومناجاة الأمين جبرائيل، وجعلنا خيار من اصطفاه الجليل ورفعنا على الخلق أجمعين. أما ما ذكرت يا أمير المؤمنين فأنت فيه صادق أمين. أذكر أنت يا ولدي فضائلك. يا أبتي، أنا الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، وأمي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وجدي محمد المصطفى صلى الله عليه وآله سيد بني آدم أجمعين لا ريب فيه. يا علي، أمي أفضل من أمك عند الله وعند الناس أجمعين، وجدي خير من جدك وأفضل عند الله وعند الناس أجمعين، وأنا في المهد ناغاني جبرائيل وتلقاني إسرافيل. يا علي، أنت عند الله تعالى أفضل مني، وأنا أفخر منك بالآباء والأمهات والأجداد. زادك الله تعالى شرفا وفخرا وعلما وحلما ولدي. لعن الله تعالى ظالميك يا أبا عبد الله.